تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقلي انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك